لا هو في فرق جامد قوي طبعا. هو المطبخ المغربي له طقوس معينه جدا غير المطبخ المصري. هو طبعا اكل الشرق كله في اختلافات بسيطه جدا، لكن الاكل المغربي بيحتوي على بهارات عاليه، توابل كتيره، ليه مزاج خالص، طعم جميل جدا، لان بيعتمد على الطواجن وعلى الاكل الدسم غير الاكل المصري. هو طبعا المطبخ المغربي خد المرتبه الثالثه على مستوى افريقيا، لان هو في توابل وفي سبايسي وفي طقوس معانا الاسكوسكوس مثلا او البستيليا، الحاجات دي كلها مش موجوده في جنوب افريقيا. المغربي بحاجات غنيه جدا زي الزعفران والكركم، وده دايما بتبقى بتخلي طعم الاكل جميل جدا، وريحه ليه ريحه عاليه بتخلي تقدر تتفوق عن اي مطبخ تاني. طبعا الكسكس ده حاجه جميله جدا، يعني من ضمن الحاجات الجميله دايما بحب اعملها انا في مصر الكسكس. هو في طبعا مغربي، في تونسي، وفي ليبي، لكن انا بفضل دايما المغربي لان بيبقى فيه مجموعه خضروات جميله جدا وبتبقى مخليه الاكل ليها طعم جميل جدا. هو بص الشعب المصري كله بيحب الاكل المغربي بالذات لان هو بالنسبه له قريب من الاكل المصري، لكن زي ما بقول لك انا حته الكسكسي ده بالذات متفوق عندنا دايما. بتخش اي مطعم يقول لك لو في كسكس مغربي ببقى اخش لازم اخد كسكس، لان موجود عندنا في مصر، بنعرف نجيب الريسيبي صح وبنعمله بحيث ان احنا نبقى قريبين قوي من المطبخ المغربي. طبعا بنصح الناس في شهر رمضان ان الاكل بتاعنا دايما ما يكونش تقيل، لان جاي في بوادر الصيف لازم يكون اكلنا ما فيهوش دسم كتير. يعني انا مثلا انا واحد من الناس لو الكسكسي ده كل يوم قدام مني على الفطار هاكل منه، يعني من ضمن الحاجات الحلوه، لان اتجم منه زبادي، يجم منه يعني بيبقى طعمه جميل جدا في رمضان. هو بصي الست هي مملكتها المطبخ وفي بيتها احسن من الشيف المطبخ، لكن الشيف في المطبخ على مستوى العالم هو رقم واحد، لان الشيف بيقود مجموعه كبيره، بيطلع بيكون شغال في فنادق كبيره. الست مش هتقدر تعمل 1000 ناس وال2000 ناس و3000 ناس، لكن بتعمل لبيتها. لكن برضو هرجع اقول ان اكل الست احسن من اكل الراجل في البيت بالذات، لان هي بتعمل من قلبها بحب لبيتها. لكن الشيف بيعمل برزنتيشن والمنظر الجميل، لكن مش هيجي زيها طعم الست، طعم الست اللي يقول عليه. المرأة المغربية في أوروبا متفوقة جدا في المطبخ. يعني زرت أماكن كتير جدا زي أسبانيا وزي ألمانيا، كان برضو أخش أماكن كتيرة والست المغربية هي برضو اللي بتطبخ. كنت بشتغل على الهواء مرة وعامل بايركس طبق ورق عنب، وأنا على الهواء لسه بشتغل فيه راح ضرب مني على النار. فطبعا ضحكت كده قدام الناس على الهواء وقلت لهم عشان تعرفوا ان انا شغلنا كله لايف، مش بنجيب حاجه جاهزه من تحت، كلنا شغل كله لايف على الهواء. وطبعا احتويت الموقف، خدت فاصل ورجعت الطاجن زي ما كان اللي هو الباركس وعدت، لان في مواقف كتير. الكسكس لازم يكون عندي، مش دايما، لكن وقت ما الاوقات بحس ان هي مش قادره تقف في المطبخ لازم اخش اشتغل. ما اقدرش اقول لا، لان طبعا المساعده لازم مشاركه، لازم مشاركه. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.